هنا هذا اللي يقول له ان زوجتك تتبعك يوم القيامة، هو متصور انها راح تتبعه بما هي عليه. يقول لك انا هنا مخي لاعب منها لعبتني هناك وين؟ لا هي مو هيجي نبهلي، مثل ما انت قد تكون، يعني خليك منصف، خليك عادل. ما اكو شخص يخلو من السلبيات سواء كان ذكر او انثى، لكن اذا فرضنا ان ذاك المجتمع مجتمع سعادة لازم الله عز وجل يستل السلبيات، وبيده هو بيده. تنبه لي شلون بيده؟ خلا بقول لك ارجوك الشرطة شو دمر لك، مر لك على تربة ظلمة سودة، تربة شفيانة تذب بيها بذرة، بعد يوم تطلع لك شدة ورد غاية بالأناقة، العطر يأخذ بأنفك، والألوان أمواج الألوان تأخذ ببصرك، وأنغام الحيوانات اللي عليها الطيور تأخذ بسمعك. شاي والتراب يطلع لك هذا؟ ها؟ التراب يقدر يطلع لك هالوردة هاي اللي هاللون الرائع، هالرائحة الطيبة، هالمنظر الأنيق الجميل؟ هو إذا أراد يبدع، هو رب الإبداع، إذا أراد يخلق ها يبدع غاية الإبداع. هاي اللي تشوفها هنا كلها مصايب، لا يمكن يطلع فيها كما تحب. وبعدين احنا ليش بس المرأة كلها مصايب؟ اكو رجال كلهم مصايب، نعم كلها مصيبة. يعني تأمل كثير من الرجال ديجنون على، والله دا تجيني احيانا تليفونات انا من بعض الاخوات، ارجوك هذه امرأة تطلع عيونها مادة عيونها الى الله والى زوجها، تنتظر زوجها مثل ما نقول يغطي ابنائها بالتربية، يغطي بيته بالستر، تلقى هذا طالع يدور على اعراض الناس، خل اكون صريح، يدور متعة مو الشكل. اتنبه لي هذا حكم جعل للاوضاع الثانوية، طالب يطلع برا يدرس بدل ما يوقع بالحرام تشتد عليه الحالة يعفف نفسه. حالات من هالنوع نعم تصير، يبلغ تأزم بينه وبين زوجته، يصبح ما يقدر يبتعد عن زوجته لأن عنده أطفال، ولا يقدر يدنو إلها لأن أكو حواجز نفسية، يضطر اضطرار. نعم مو مسألة إذا الله عز وجل مكفيك بالحلال وزوجتك عندك، ليش انت شو تصور؟ اذا درت على اعراض الناس تتصور انت راح توقع لك كم وحدة عفيفة، او راح بنفس الوقت انت توقع، شنو النتيجة من وراها؟ الامام الصادق سلام الله عليه يطبع لي واحد يشيل عن هاي المسألة، يقول له انت مو مزوج، يقول له اغناك الله عنه، انت مغتي ليش جابك لهذا انت؟ ها هاي حالات ثانوية، هاي مثل المرض اللي يصيب الإنسان يرجع به إلى الدواء، وإلا الدواء ما يشتهي شرب الإنسان دائما. تفكر قبل كل شيء، أنت الآن إذا شفت رجل يزاحمك على امرأتك شو يصير بحالك؟ إذا المرأة تزاحم على زوجها نفس الشعور نفس المشاعر. إن الله يأمر بالعدل، ها؟ والعدل وضع الشيء بموضعه. فقصدي اكو بعض الناس، هو مأساة بعض الرجال. الله عز وجل يريد لبيوتنا الطهر، يريد العفاف، وكل شيء يشتهي بالدنيا الانسان يحصل عليه. والله شنو اللي انا عندي مثلا فلوس، شهوة الانسان اذا عنده فلوس يعني كل شيء يقدر يسوي، كل شيء يتخطى القيم، يتخطى الاخلاق، يتخطى المواضعات العرفية. لا يعني جدا جميل بالإنسان أن يكون في طريق الكرامة، في طريق الله، في طريق العدل. أكو قضايا الله عز وجل وكلها إلى ديننا، وكلها إلى أذواقنا، قال لك أنا أأمر بالعدل وعلى العدل قامت السماوات والأرض، خليك عادل مثل ما تحب أن تكون أهلك عفيفة، كن عفيف وكن أنت إنسان في البيت. مو كل شيء مباح يقدر يسويه الإنسان، حتى على فرض الإباحة مو كل شيء مباح يسويه. طيب
ولهم فيها أزواج مطهرة